طيب المرين المرة الثانية. كمان المسيد، المسيد ده ما هو الخارطة بتاعت السودان. نعم. والثقافة السودانية كلها في متمثلة في المسيد. نعم. البغني والبيدوبي والبمدح والبيشطح كمان والبيكون عنده جذب وهكذا. وطبعا ده مجال واسع يعني الناس عارفين نقط الشك ما في كلام. لكن إذا كنا عايزين نتكلم مع هشام شوية قبل المدحة الثانية دي، أسا أنتم لو قالوا لكم يعني مثلا إذا طلب إليكم في 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 حفل من الاحتفالات خاصة أو عامة، مثلا تغنوا من الأغاني الدنيوية مثلا الحماسة، أغاني الحماسة، ما أعتقد في حرج يعني. نعم، وعندكم انتم شغلنا لسه في الحفلات والحاجات انه نحن بنقول المديح النبوي. نعم. وفي الاعراس بنقول اغاني التراث والحماسه. نعم. والكده. الجانب الوحيد اللي ما عندنا هو الغنى العاطفي يعني. أيوة. ما هو انا عشان كده قسمت، كنت قبل لما الاستاذ عوض بيتكلم انا الله يصرحك كنت قاعد اغني مع الاستاذ عوض. الاستاذ عوض اي ليلات سامريه يعني حاجه كده جميله جدا يعني. طبعا ما اتذكر هو. اتذكر يعني انا كنت قبل كم يا استاذ 10 15 سنه كده 10 12 سنه كده الحدود دي. نعم. كنا قاعدين نقعد انا واخونا عاطف واخونا عوض. عاطف يا اخي الله يطراه بالخير ونسجي له التحيه من هذه الساعه. نعم. وهو كان جاري طبعا. نعم. فكنا قاعدين نقعد بالليل ونغني، لكن والله يا اخي كان كله يعني الغنى في الزمن ده صراحه كان جميل يعني كان بريء. انا يعني كنا قاعدين نغني غنى العصر يعني كنا قاعدين نغني غنى جيل التسعينات يعني مثلا زيدان و ولا منو؟ لا زيدان ما جيل التسعينات، زيدان جيل الثمانينات. بالله او السبعينات. احنا كنا قاعدين نغني غنى الشباب اللي هم كانوا اسامة الشيخ و زي منو؟ انا اسامة الشيخ ومثلا وثاني منو؟ محمود عبد العزيز وعصام محمد نور والجيل ده. بالنسبه لكم ده يعتبر الزمن الجميل يعني. ده بالنسبه لنا احنا الزمن الجميل بحس ان احنا يا دوب في مقتبل عمرنا يعني. أيوة فني يعني. اذا احنا عايزين برضنا من ضمن النماذج اللي انتم حضرتوها لنا مع استاذ عوض بروق الهجع والني بتاعت الراوي المحب المجاور في مدينه المصطفى صلى الله عليه وسلم اخونا الطيب مختار. نعم. دي حنسمعها مش كده؟ نسميكم لها ان شاء الله. وتحياتنا للاخ الراوي الشيخ الطيب مختار، وهو يعني يشرف بمجاوره مسجد ومأوى وجدس سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. ويعني اذا كان هو يتابع هذه السهره يدعو لنا جميعا في تلك الاماكن التي مكنت في خاطرنا محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنيئا للمجاورين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من الذهاب كرات ومرات تلك الأماكن. تفضلوا. الهجع والني عليك يا الله اقبلني، بروق الهجع والني عليك يا الله اقبلني، كريم يا باري كملني عليك يا الله، كريم يا باري كملني عليك يا الله، وبالأنواري جملني عليك يا الله، وبالأنواري جملني عليك يا الله، بلطفك ربي عاملني وفضلا منك أقبلني عليك يا الله أقبلني. ارفع قدري شرفني عليك يا الله، ارفع قدري شرفني عليك يا الله، وكل عرفوك عرفني عليك يا الله، وكل عرفوك عرفني عليك يا الله، بيكون
لهم في الكون صرفني وغير ما هي صرفني عليك يا الله اقبلني مروقا جاي بدني عليك يا الله مروقا جاي بدني عليك يا الله بتنحلي بدني عليك يا الله بتنحلي بدني عليك يا الله مريض ناس ليلى عادني مريض ناس ليلى عادني وابدا ما بيعادني عليك يا الله اقبلني جاي وجني عليك يا الله مروقا جاي وجني عليك يا الله وشال النوم يعجني عليك يا الله وشال النوم يعجني عليك يا الله انا المجنون زاد جني انا المجنون زاد جني ميتين في الحضرة زاجني عليك يا الله اقبلني مروقا في السحر لمعا عليك يا الله مروقا في السحر لمعا عليك يا الله وزادا ذو الغرام طمعا عليك يا الله وزادا ذو الغرام طمعا عليك يا الله دموع العاشقين همعا دموع العاشقين همعا هناك ارواح مجتمعا عليك يا الله اقبلني مروقا من قبة وهل عليك يا الله مروقا من قبة وهل عليك يا الله وزاد ذو الغرام حالا عليك يا الله وزاد ذو الغرام حالا عليك يا الله جسوم العاشقين مالا جسوم العاشقين مالا دموع كالمطر سال عليك يا الله اقبلني مروقا في بريد الليل عليك يا الله مروقا في بريد الليل عليك يا الله وبتن للعشوق الحيل عليك يا الله وبتن للعشوق الحيل عليك يا الله ميتين اركب عوادي الخيل ميتين اركب عوادي الخيل اشاهد وابقى تاجر الليل عليك يا الله اقبلني وقيع بسيد الصديق عليك يا الله وقيع بسيد الصديق عليك يا الله وفاروق المرافق صديق عليك يا الله وفاروق المرافق صديق عليك يا الله طالب يا الرسول تصديق طالب يا الرسول تصديق جواري وسرعة التصديق عليك يا الله اقبلني يا
يا من فقتم البدرين عليك يا الله يا من فقتم البدرين عليك يا الله جواركم قصدي في الدارين عليك يا الله جواركم قصدي في الدارين عليك يا الله ميتين يا رحمة الكونين ميتين يا رحمة الكونين أراكم يقظة بالعينين عليك يا الله أقبلني طويبا يا الرسول نداك عليك يا الله طويبا يا الرسول نداك عليك يا الله وظن الخير وراجي نداك عليك يا الله وظن الخير وراجي نداك عليك يا الله كرما غطني برداك كرما غطني برداك ومد ليك الرفع يداك عليك يا الله اقبلني صلوات ربنا الاعظم عليك يا الله صلوات ربنا الاعظم عليك يا الله بقدر كماله الاعظم عليك يا الله بقدر كماله الأعظم عليك يا الله تسليما أتم وعظم تسليما أتم وعظم للفاق الرسل أعظم عليك يا الله أقبلني بروق الهجع والني عليك يا الله اقبلني بروق الهجع والني عليك يا الله اقبلني يا سلام انا يعني اعتقد انه اخونا شيخ الطيب ده بيستعمل مفردات بتجد في النفس قبول صحيح. يعني تدخل إلى القلوب بلا استئذان وهكذا شأن كثير جدا من الشباب على كل حال الحمد لله أنه يعني نحن ننعم بأننا من شعب وفي بلد فيها من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استطعت أنوار محبته فيما يكتبون وفيما تجود به قرائحهم من المواجيد وعشان كده وإلا أنتوا أظنوا ما كنتوا يعني بتخشوا التجربة دي يعني المجال واسع وثر في أن الإنسان ينتقي كما ينتقي صحيح. الذي يريد أن يعني ينتقي من أطيب التمر أو من الأزاهر مش كده نعم. عشان نكون عصريين كده في 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 كلامنا فطيب هل تعتقدوا أنكم أنتوا في حاجة عايزين تقدموها ل عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنكم يعني فيما يستقبل من زمان لسه ما اختمرت عندكم يعني مثلا انتوا جربتوا اظن الملاحم اللي أيوه. اتعملت في الكوثر وفي الكوثر أيوه. طيب في حاجه في اوبريتات يعني اخواننا في مصر بيعملوا اوبريتات صوفيه في مديح المصطفى عليه الصلاه والسلام اشتركوا فيها كثير جدا من الناس هل عندكم اي فكره او انتم براكم حاجه نبشر بها المشاهد والله الحقيقه يعني شغل ملاحم طبعا الا يكون شغل